ازيكم يا احلى متابعين، وحشتوني جدا جدا يا عائلة ماما نونا. اللي لسه مشتركش في القناة اشترك فيها بسرعة وفعل زر الجرس عشان تنضم لعيلتنا ويوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. اما النهاردة فجاي لكم بقصة جديدة جميلة قوي بطابع صعيدي مميز بإذن الله هتعجبكم. قصة بعنوان هاربة يوم الزفاف بقلم الكاتبة الجميلة سمسمة سيد. يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ قصتنا. وبصت لملامحه الغاضبة وفهمت إن الموضوع خطير، فبلعت رئها بصعوبة وقالت في إيه؟ رمى في وشها ورقة كانت في إيده وقال بصراخ ابن مين ده؟ خنتيني مع مين؟ انطقي. ووقفت متصنمة في مكانها وهي شايفة قصادها وبيصرخ في وشها وبيعيد سؤاله للمرة التانية وبيقول قلتلك ابن مين ده؟ وفضلت على وضعها فجذبها من دراعها بقوة واصطدمت بصدره الصلب وبص لعينيها وهو ضاغط على دراعها واتكلم وهو بيجز على اسنانه وقال سألتك سؤال، جاوب ابن مين ده؟ خنتيني مع مين؟ هزت قوت راسها بالنفي فصرخ فيها تاني يبقى ازاي مش ابني؟ ازاي؟ ليه تعملك ده؟ انطقي لانه مش ابني انا كمان. اتصدم قصور ورجع لورا وهو مش مصدق كلامها فصرخت قوت بصوت يقطع القلب وقالت مش ابني، ادم مش ابني، ادم ابن رائد ومراته الله يرحمها ماتت وهي بتولده. ادم مش ابني ولا ابنك، ابننا مات في بطني، ابني ما كانش كمل شهرين ومات وهو في بطني. اتسعت عينيه بصدمة اكبر وهو مش قادر يصدق اللي بتقوله فاتكلم وقال مات؟ انت بتقولي ايه؟ مات يا كسور، موتته في بطني، قهرت قلبي مرتين، مر عليك ومر على ابني، انا عاوزة ابني يا كسور، هاتلي ابني اللي موتته. فقعد على ركبته هو كمان واتكلم بضياع مين عملك ده؟ مين؟ طب هربتي ليه؟ وابننا؟ انا ما عبتش فاهم حاجة. فبصيت لقوت بعيون ضائعة وهي مش عارفة تقوله الحقيقة ولا تسكت. فرد هو وكأنه قرأ أفكارها وقال قوليلي الحقيقة كلها يا جود عشان خاطر أغلى حاجة عندك، قوليلي احكيلي ايه اللي حصل. وفضلت تبكي وهي بتحاول تضبط وتيرة أنفاسها ومشاعرها اللي متلخبطة وبدأت تحكي اللي حصل وبترجع فلاش باك لليوم المشؤوم اللي كانت بترقص بسعادة بعد ما عرفت إنها حامل وقررت إنها تعرف قصور بحملها ولكن في مساء اليوم بعد انتهاء حفلة الزفاف. ودخلت وردة عليها وبصت لها بسعادة هي كمان وقالت أنا مبسوطة قوي ليكم وأخيرا هشوفك بالأبيض. وأنا مبسوطة قوي أخيرا مش هنتعرض أنا وكسور لأسئلة الناس تاني، فرحكم إمتى؟ عايشين إزاي من غير فرح مع إني شايفة إن كل ده ملوش لازمة أصلا. ملوش لازمة؟ كيف ملوش لازمة؟ أيوة ملوش لازمة يا وردة، قوليلي ليه؟ وليه عاد؟ لأن وجود كسور في حياتي يكفيني ويغنيني عن أي حاجة مهما كانت، الفرحة في القلب مش بالشكليات دي. يا سيدي يا سيدي، وأخوي بيحب الجو يا جود، تقريبا لما تحملي وتخلفي هيغير عليكي من ولده كمان. أقولك سر وما تقوليش لحد؟ قولي. كمان 8 شهور وهتبقي عمته زي القمر. بصت لها وردة بفرحة وهي بتضحك وتقول بجد أنا مش مصدقة، هروح أفرح أخوي. وكانت ماشية عشان تقول له قصور ولكن مسكت قوت يدها وقالت لا سيبيني أنا أقوله بالليل ممكن؟ فهزت وردة رأسها بالإجاب وكملوا كلامهم بفرحة وهم مش حاسين باللي واقفة على الباب وبتتصمت على كلامهم وعرفت بأمر الحمل. وبعد شوية وقت لبست قوت فستانها ومسكت كوباية العصير اللي كانت متجهزة مخصوص عشانها فقررت تشربها
عشان تديها طاقة لاستكمال يومها. وبعد ما انتهت منه حست بحاجة غريبة، وفي نفس اللحظة دخلت أدرية للأوضة وقفلت الباب وراها. فبصت لها أوض بضيق لأنها ما بتحسش بالراحة تجاهها، وقالت بابتسامة مصطنعة: خير يا طنط. كل خير يا عروسة، اسمع حديثي ده زين. دلوقتي هتهمل الدار والبلد بحالها وتمشي من هنا. فابتسمت أوض بسخرية من كلامها وقالت: لو مش عارفة يا طنط أحب أعرفك، أنا فرحي كمان كم ساعة، ولو مش حباها تتقلب لجنازة وجوزك يحصل اللي في بطنك ده، لازم تهمل البلد دلوقتي احسن لك. وضعت أود ايديها على بطنها بتلقائية وقالت: تقصدي ايه بيحصله؟ انا مش فاهمة. ابتسمت أدرية بشر وقالت: قدامك ساعة وتسقطي وولدك هيموت. وضعت أود ايديها على بقها بصدمة كبيرة وهي بترجع لورا من شدة خوفها من اللي سمعته. فهل فعلا هتفقد جنينها؟ ولو فقدته هل هتسمح بفقدان حبيبها وزوجها كمان؟ ووضعت ايدها على راسها وهي حاسة بالعجز الشديد ومش قادرة تفكر، حاسة وكأن عقلها وقف عن عمله. وفائت على صوت أدرية وهي بتقول: شكلك كده مستغنية كمان عن جوزك. قالت كده وقامت عشان تمشي، فوقفتها أود بسرعة وهي بتردد: وانا ايه يضمن لي انك ما تأذوش لما امشي؟ أدرية بجبروت: اني هجوزه بنت خيتي، اكيد مش هرملها. قلت ايه؟ لا ده مش ضمان. قولي عاوزة ايه. لما امشي من هنا هبعت لك ناس تجيبك عندي، وساعتها هقول لك عاوزة ايه منك مقابل اني افضل بعيدة عنه. وايه يضمنك اني مقتلهوش لما تهمل الدار دلوقتي؟ انت اذكى من انك تقتليه من غير ما تكون املاكه في ايدك. ماشي موافقة. وانا كمان موافقة. وخلي بالك هخلي الحراس عينهم عليكي، فاحسن لك ما تلعبيش بديلك، والا ساعتها عليا وعلى اعدائي. وعد الوقت وعرف قصور بهروب قوت، وكان قاعد في مكتبه مش قادر يصدق اللي حصل ولا الرسالة اللي سابتها قوت واللي بتقوله فيها انها مش بتحبه وانها هربت عشان تتجوز واحد تاني. فدخلت أدرية وقالت له: على اخر الزمن كبير العيلة وكبير الصعيد مرته تهمله وتهرب كده يوم فرحه؟ بص لها ببرود ومرضاش يرد، فكملت كلامها وقالت: قلت لك يا ولدي بنت البندر دي ما هياش صالحة ليك، هملت بنت خيتي عشان بنت البندر، وديها هملتك ومشيت وتلاقيها هربت مع عشيقها مرت ابويا، مالكيش صالح بيها عاد. قال كده وهو بيبص لها بنظرة ارعبتها لدرجة انها اتمنت تنشق الارض وتبلعها. وفي نفس الوقت دخل واحد من الحرس وهو بيقول: لقيناها يا قصور به. اسود تاني بغضب شديد واتكلم باللي صدم الجميع وقال: اقتلوها. اما في الجهة التانية عند قوت كانت بتجري ودموعها بتنزل بغزارة لحد ما سمعت صوت حراسه اللي بقوا قريبين منها، وما انتبهتش للصخرة اللي قصادها فاصطدمت بيها وصرخت من شدة الألم، ولكن مش الألم الناتج عن وجع رجلها بس، ولكن ألم فقدان ابنها. وحست بنزيف الدم وبقت بتبكي من القهرق على فقدانه، وهي لحظات وحست بإيد واحد وضعها على أنفها ووقعت مغمى عليها. وبعد يومين فتحت عينيها وبصت حواليها وهي بتتفحص المكان، وانتفضت بزعر لأنها مش عارفة المكان اللي هي فيه وإيه اللي بيحصل معاها. ووضعت إيدها على رأسها من شدة التعب والإرهاق اللي حاسة بيهم، وثواني واتفتح باب الأوضة ودخل واحد، فجري تقوت عليه واترمت في حضنه وهي بتبكي وتقول: رائد أنا محتاجة لك، قلبي وجعني قوي يا رائد. أنا اهدي يا قوت،
وخدي نفس. ممكن؟ أخدت نفس عميق ومسكها رائد وقعدها على الكرسي وقعد قصادها وقال: ممكن تحكي لي إيه اللي حصل بالظبط؟ وبدأت أود تحكي له كل اللي حصل. وبعد ما انتهت وضعت إيدها على بطنها وهي بتبصله بتوسل ورجاء عشان يقول لها إنها ما فقدتش ابنها. ولكن نزل رائد راسه وبص للأرض بأسى وحزن، فبكت أود بقوة وأهرق بسبب فقدانها لابنها اللي لسه ما شافتوش وزوجها اللي حبته، واضطرت إنها تسيبه. بكت بشدة لدرجة إنها حست بضيق في التنفس وتقل على قلبها ودراعها الشمال، فترعب رائد من منظرها وصرخ وقال: أود أود اهدي يا أود، في ايه مالك؟ ما تقلقنيش عليكي. اما أود فكانت بتسمعه بتشويش وزادت الدوخة وثواني وأغمى عليها. وبعد وقت كان نقلها رائد للمستشفى وواقف قصاد الأوضة بتاعتها وهو مستني خروج الدكتور. وبمجرد ما خرج قرب منه رائد وقال: مالها يا دكتور؟ طمني عليها. حصل لها ذبحة صدرية. ولحد هنا تكون حلقتنا انتهت، بس قصتنا لسه في بدايتها، لسه في أحداث جميلة ومشوقة جدا أكيد هتعجبكم بإذن الله. بس شجعوني ودعموني باللايك اللي بيفرحني جدا، واشترك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد بنقدمه. بحبكم قوي، مع السلامة.